هذا الصفحة منطقة اليابي سعد في مصر الجديدة تعتبر هي المركز التجاري الأول لمدينة الموصل. هذه المنطقة لو نرجع إلى الوراء قبل 4 أشهر كانت منطقة منكوبة فيها تردي كبير في الخدمات. زرنا المنطقة وتم التخطيط والتوجيه بإنشاء البنى التحتية وكذلك المرافق العامة بمواصفات فنية. تم إكمال الماء والمجاري وكذلك تم أعمال الصب بالكونكريت المسلح قبل أعمال التبليط. إن شاء الله الأربعاء القادم سيتم افتتاح الشارع الرئيسي وتبقى الأعمال التكميلية لبعض الأمور الفنية. هذه المنطقة مثل ما وعدنا أهالي منطقة اليابسات وأيضا نوعد منطقة رجم حديد التي تعاني نقص في الخدمات سواء خدمات البلدية، الماء، المجاري، الصحة، التربية وغيرها من الخدمات الأخرى. تشرفنا اليوم بزيارة السيد المحافظ المحترم إلى موقع العمل في شارع اليابسات. على مدى 3 أشهر تم العمل في هذا الموقع. طبعا هو المشروع ضمن تخصيصات محافظة نينوى دعم الاستقرار. المحافظ السيد المحافظ كان من البداية داعم للكادر ومتواصل معنا بشكل دائم لتذليل كل العقوبات اللي واجهتنا والتقاطعات مع الدوائر الخدمية. وإن شاء الله خلال أيام يعني إن شاء الله يوم الأربعاء سيتم فتح الشارع بشكل كامل بعد إكمال أعمال الأكساء. هناك أعمال رفع سقوف المنهولات إضافة إلى التخطيط وأعمال هندسة المرور. وإن شاء الله العمل متكامل وضمن المواصفات الهندسية وبفترة قياسية. يعني كان هناك أعمال مجاري دامت لفترة طويلة بعد إكمال أعمال المجاري. العمل بلدية الموصل يعني من 3 أشهر إلى 100 يوم تقريبا استغرق العمل.